يا اهلا بكم مره تانية في تاني واخر فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. النهارده يا حضرات في ماتش ضرب نار، تقطيع بالمعنى الحرفي للكلمه، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا طبعا بين مانشستر سيتي وريال مدريد، اكيد هنتكلم عنه. وان كنا هنبتدي بكلامنا عن الاستعداد لماتش يوم الجمعه بقى اللي يهمنا واللي يخصنا الاهلي والترجي ان شاء الله، هنتكلم في الملفات دي مع ضيفنا اللي منورنا النهارده المحلل الكروي الاستاذ احمد السعداني. يا صباح الفل، ايه الاخبار؟ ازيك يا نور؟ المحلل الكروي وبقى صديقنا، صديق البرنامج طبعا بقى خلاص، اللي منورنا دايما تابع وصديق وكل حاجه. بس انا منورنا واهلا بيك. لا احمد طبعا يعني احنا عارفين وهنقعد نكررها، من الناس عندها شغف كبير جدا بالتحليل وبالكوره، وكان لاعب طبعا سابق قبل كده في اكتر من مكان، لكن عشان الاصابات الكتير اللي حصلت لك وده كان سوء حظ غريب، يعني عارف كل الاصابات اتجمعت في شخص واحد. بص الحمد لله هو كسبنا محلل كروي ومتابع، هي كده كده بتاعت ربنا بالظبط. يعني انا لو كنت كملت مثلا في الكوره ما كانش زماني لسه بحلل، فانا اللي خلاني ابدا شويه كده ان انا بطلت بدري، بس يعني الحمد لله كده كده ربنا ما جابش حاجه وحشه. في الفيل طبعا ومتالق فيه احمد طبعا. وخلينا نبدا حاجه حاجه، وهبدا او حافظ من كلام كريم، لان الماتش خلاص ايام قليله جدا بتفصلنا عنه، مهمه جدا، وناس كتيره عندها من دلوقتي توقعات تقول لك لا 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 الماتش ده على فكره خطر جدا على الاهلي، لا لا بالعكس الماتش ده هيبقى اسهل للاهلي عشان الجماهير مش تبقى موجوده. الاهلي والترجي يوم الجمعه، خلينا نعرف برضو رؤيتك ليه ازاي. بصي هقول لك على حاجه، الترجي من الفرق الرخمه جدا جدا بالذات في ملعبها، بس هي في ميزه بقى للاهلي جامده قوي، ان هم يلعبوا من غير جمهور. طبعا دي ميزه جامده جدا جدا للاهلي. فانا شايف ان الاهلي كده كده هيلعب بستايل مختلف شويه عن الرجاء. ليه؟ لان انا كده كده ده الماتش الاولاني، انت رجاء كنت كسبان وجاي تدافع ما بتهاجمش قوي، لان انت كده كده كسبان، فخلاص انا عايز اطلع مثلا متعادل او كده واطلع انا بالماتش. لكن انت ماتش الترجي لا، انت هتدافع بس لا برضه هتعتمد على مرتدات، وهتعتمد ان هم ما عندهمش جمهور وبيخسروا بقى لهم ماتشين في الدوري، فلازم بقى بشخصيه الاهلي حتى تعمل نتيجه ايجابيه هناك عشان ان شاء الله في العوده يعني نقدر ان احنا نروح فاينل. طب التفاصيل دي هنقول عليها ايه؟ تفاصيل مطمئنه وعلى راسها بطبيعه الحال عدم وجود جماهير في هذا اللقاء. طب الحاجات اللي مقلقه بالنسبه لك ايه بقى؟ بص في ماتش الذهاب تحديدا اللي مقلقه بالنسبه لي في ماتش الذهاب ان هم كده كده هيبقوا نازلين عايزين يكسبوا، هي هيسلح ذو حدين، ان هو نازل عايز يكسب وهيضغط جدا والكلام ده كله، بس في نفس الوقت هيسيب مساحات شويه في ظهره لان هو عايز يكسب وعايز يجيب جون. فانت تقدر تستغل المساحات دي. كمان هم عندهم لعيبه كويسه قوي، بين حموده الفيرود ده لعيب جامد جاب 4 جوان في افريقيا، ومحمد اللي هو بين رمضاني تقريبا او رمضاني ده برده اللي هو رقم 8 اللي جاب الجون في شبيبه القبائل ده لعيب جامد جدا جدا. فالحاجات دي اللي بتبقى مقلقه شويه انا بالنسبه لي، ان الحلول الفرديه عندهم برده لعيبه كويسه، بس في نفس الوقت لا بشخصيه الاهلي، وكمان الاهلي متعود ان هو يلعب في رادس بجمهور كبير، فان انا بلعب من غير جمهور دي حاجه في صالح النادي الاهلي. انا شايف لعيبه الاهلي هتستغل ده جدا. فان شاء الله باذن الله يعملوا نتيجه ايجابيه، يعني حتى لو انت جبت جون او جونين هناك ده هتبقى يعني رايح نفسك في العوده. طبعا انا متوقع ان هم هيبقى عسل قوي على فكره. على فكره يعني انا متوقع والله، يعني عكس الناس انا حاسس ان احنا هنقدر نخطف جون او هنقدر نخطف جونين. طب يعني انا متوقع ان شاء الله. بس انا عندي نقطه شويه، مش هقول لك اختلف معاك، ولكن شويه لي وجهه نظر شويه اخرى. ليه انا بقول ان فكره عدم وجود جمهور ده افضل كتير للاهلي او هيطمنا على الاهلي؟ طب ما هو الاهلي لعب كتير جدا مباريات على ارض الغير ووسط جمهوره وفاز. على عايز اقول لك على حاجه، ده كان بيتالق اكتر على ارض المنافس طبعا، وسط جمهور المنافس، عن بطولات كانت على ارضنا. انا معاكي وده جدا، الغريب بقى. انا معاكي جدا، وكابتن عماد متعب نفسه قال انا ما كنتش اعرف العب الا لو الاستاد بيترجى، حتى لو بلعب في رادس ولا مش عارف فين. هي اللعيبه الجامده كده بيجي له باشن من الجمهور وبتاعه وبيعرف يلعب. انا متفق معاكي جدا، بس في نفس الوقت انت لو بصيت لها هتلاقي ان فرقه زي الترجي مثلا حتى لو هم واعيين او مش في حالتهم او كده، ضغط الجمهور وضغط الجمهور على الحكم والكلام ده بتخلي اللعيبه نازله مشحونه جامد جدا. يعني بيبقى في عنف اصلا من جانبهم، بيبقى في عنف وبيبقى في ضغط على الحكم زي ماتش الرجاء. انت شفتي من اول 10 دقايق كل شويه واحد يقع عايز ضربه جزاء. بس هي فكره زئير الجماهير لما تكون موجوده في المدرجات هي الحقيقه محفزه للطرفين، يعني جداً بطبيعه الحال محفزه للفريق بتاعهم اللي هم بيشجعوه، لكن في المقابل برضو الفريق الثاني بيبقى عايز يثبت نفسه في وسط الضغوط دي كلها. طبعا يعني انا معاك جدا، بس خلي بالك ان برضو في لعيبه حتى من فرقه الترجي
ممكن يبقى هو من ضغطة الجمهور دي اصلا ممكن ما يبقاش في حالته. يعني في لعيبه حتى على فكره بتلعب منتخبات بيبقوا كده من ضغطة الجمهور وضغطة الماتش ممكن ما يبقاش في حالته، تلاقيه بيلعب في ماتش مثلا في الدوري المصري الاستاد فاضي يكسر الدنيا، يروح يلعب مع المنتخب مش مثلا عارف يركز في افريقيا أو. جمهور في لعيبه كده، وفي لعيبه بيقلب معاها العكس اللي هم اللعيبه الكبار بقى اللي انا بقول ان هم اللعيبه زي كهربا مثلا. يعني بص كهربا عليه ضغوطات الدنيا والاخره وبتاع ونزل بص. لا والحلو في كهربا كمان الحقيقه بسم الله ما شاء الله عليه ان هو ثابت على مستوى من التألق ما بينزلش عنه، برغم ان هو من اكتر الناس اللي تعرضت في الفتره الاخيره لضغوطات على كل المستويات. بص انا هقول لك على حاجه، انا يعني انا بشوف ان اللي كهربا فيه دلوقتي ده رقم واحد شخصيه، هو شخصيته كده، هو شخصيته هو شخصيته قويه وموجود. في لعيبه تانية ممكن يقول لك اصل انا مش عارف العب، اصل انا مضغوط، اصل المدرب ضاغطني. هو في ضغط اكتر من كده؟ يعني معلش مش قصدي حاجه، بس ده كهربا كده كشف نص لعيبه مصر، ده مضغوط، ده الدنيا مقلوبه عليه. صحيح. ونزل بص في ربع تلت ساعه بص عمل ايه، كسر الدنيا. طب. فلا هو لعيب شخصيته كبيره، هو عنده امكانيات جامده قوي بصراحه يعني. رائع جدا. طيب مش هتكلم بقى خلاص عن السوبر، لكن اللي احنا طبعا عدى عليه كذا يوم، بس من السوبر خلينا نروح لنكمل بعد كده طبعا على ماتش الترجي، او ناخد من هنا عشان نكمل هنا. في السوبر شفنا مباراه قويه جدا بين الاهلي وبيراميدز، وحاجه على فكره متعتنا يعني احنا كاهلاويه. كنا طبعا الفوز ده ما فيهوش نقاش، بس ما كناش برضو عايزين نفوز بسهوله، احنا كنا عايزين نشوف يعني لعب حلو وقد كان وتنافسيه لغايه الدقائق الاخيره، فده كان موجود جدا. هل المشهد ده بقى يطمنا ان احنا لو لعبنا، ومارسيل كولر بالمناسبه مش من المديرين الفنيين اللي تتوقع التشكيل بتاعه خالص او طرق اللعب، ولا تعرف مين هيبدا بيه، يعني زي ما احنا كنا اتكلمنا احنا كلنا كنا قلنا كهربا هيبدا، لكن المفاجاه كانت مختلفه تماما. ذكي قوي بصراحه، ذكي جدا، ممكن يكون بيجهزه للترجي، يو نيفر نو. برضه ده رايك فيه ايه؟ بصي هو ماتش بيراميدز كده كده كان انا شايف ان هو كان ماتش 50-50. اللي عمل الفرق في ماتش الاهلي وبيراميدز يعني حاجتين في رايي، يعني التغييرات، ذكاء كولر، هو ذكي قوي ان هو قعد كهربا عشان يشيل الضغط من عليه ويشيل الدنيا دي من عليه، وحسين الشحات نزولتهم الشوط الثاني دي فرقت مع الاهلي جدا. كمان الاجهاد بتاع بيراميدز بان، يعني انت لو بصيت في البنالتي بتاع كهربا في واحده بعدها بتاعت حسين الشحات الجري وخدها من علي جبر، وفي واحده ثالثه الشوط الاولاني قندوسي زقها من ورا علي جبر، فباين ان لعيبه بيراميدز حتى الاجهاد بان عليهم. فالاجهاد وذكاء كولر ده اللي فرق جدا جدا للاهلي. وانا بشوف ان كولر يعني زي ما انا هواند قالت كده ان هو فعلا ذكي وما تتوقعش، يعني ما حدش كان يتوقع ان حسين الشحات يقعد، ومعظم تغييراته ذكيه جدا الحقيقه وبتؤتي ثمارها. مدرب ذكي يعني، وتحس ان هو بيطلع اقصى حاجه عند اللعيب، يعني تحس ان هو كده يعني في لعيبه يعني كريم فؤاد مثلا كان قبل ما كولر يمسك الناس كلها تقول لا ده مش اهلي، بص لما كولر مسك يعني ربنا يشفيه طبعا ويرجع من الاصابه بص عامل ازاي. محمد هاني، بيرسي تاو نفسه اتحسن جدا، احمد عبد القادر، فهو بيعرف يطلع اقصى حاجه عند كل لعيب، ودي نقطه على فكره تحسب له، مش كل المدربين بيعرفوا يعملوا كده. اكيد اكيد طبعا. طيب محمد الشناوي كانت من الناس المتالقه جدا في الفتره الاخيره الحقيقه، كان عالمي بصراحه. كان واخد مان اوف ذا ماتش تقريبا، هو كان كويس قوي. انا بالنسبه لي هو احسن لعيب في الماتش هو وليد الكارتي بصراحه بتاع بيراميدز، كان عامل ماتش خيالي يعني. وليد الكارتي ده لعيب جامد قوي. صحيح. وكهربا، يعني الثلاثه دول كانوا اكتر ثلاثه مميزين، بس الشناوي بصراحه كان ليه دور كبير جدا 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 ان الاهلي هو اللي يكسب يعني. طبعا. طيب نروح بقى كده معاك لاوروبا، ولا خلينا شويه اللي انت عايزاه؟ انا بحب اوروبا بصراحه عشان اقطع براحتي. طب خلينا، تحب نبدا بايه؟ بدوري الابطال ولا دوري ابطال؟ النهارده في خناقه بالليل، ايه اللي بيحصل بقى؟ طبعا النهارده في خناقه ريال مدريد ومانشستر سيتي. ده حاجه. انت في الاول مع مين يعني؟ انت بتشجع مين؟ بص يا رب، انا اصلا برشلونه، فانا اكيد مع مانشستر سيتي، بحب جوارديولا قوي بصراحه. فانا اكيد مع مانشستر سيتي، ومتوقع ان مانشستر سيتي هتكسب. بس انا عايز اقول لك على حاجه، هي مشكله ريال مدريد ان هم بيبقوا مخبطين في الدوري ومخبطين وكسبوا كاس العالم، هنا في دوري الابطال ما تعرفش يا اخي، هم بيتحولوا دايما. انا مش عارف هم بيعملوا ايه، بيتحولوا بس هيعرفوا يتحولوا تحويل كامل النهارده في وجود هالاند بصفه خاصه. انت ان هالاند ده عندك ده عايز اقول لك مش هيرجع حته صوره. طبعا هي متركبه يعني جرافيكس، بس هو بيزعق قوي في وش حد لعيب من ريال مدريد، والتاني مفزوع. ولو شفت الرياكشنات اللي عاملينها في الصوره، لا مرعب وذكي جدا وبارد مش طبيعي. لا هو بيعمل كل حاجه في الكوره فعلا. كمان انا عايز اقول لك ان جوارديولا السنه دي في حاجه مختلفه عن كل سنه.
ايه بقى؟ جوارديولا كان على طول الايجو بتاعه بيبقى واخده اللي هو انا كده كده هنزل امسك الكوره وكده كده هنزل اهاجم، فده كان بيدي دايما الفرق الثانيه فرصه ان هو ممكن العب على المرتدات واخطف واجيب جون. لا السنه دي بقى عادي بيسيب الكوره، ماتش بايرن كسبان ساب الكوره لبايرن ورجع ورا واعتمد على مرتدات وكسب اثنين، يعني فاهم قصدي؟ فالموضوع ده ممكن يعمل مشكله لريال مدريد، خصوصا ان الماتش الاولاني في مدريد، فمدريد هتطلع عايزه تجيب اجوان مش عارف ايه بتاع، هيلاقوا مساحات بقى هالاند ودي بروين وجريليش وبتاع عصابه قدام، فاهم؟ فانا طبعا الماتش 50 50 لريال مدريد في الاول وفي الاخر، بس انا مايل شويه السنه دي ناحيه سيتي. انا متوقع ان هم ياخدوا البطوله اصلا من المجاميع، يعني كنت كاتب كده. هم جامدين قوي، هم جامدين قوي. وبعدين يعني يا عم تغير الخطه، ده بقى بيلعب بثلاثه ورا واثنين في النص وقدامهم ثلاثه، يعني هو جوارديولا مجنون بصراحه، جامد جامد جدا جدا يعني. ما عندوش مشكله اي حد بيلعب بيعمل اللي هو عايزه. فانا متوقع مانشستر سيتي بصراحه ماتش حلو قوي كده كده. طيب هنروح معاك برضو للدوري الايطالي، كنا انا وكريم بنتكلم حتى امبارح تحديدا ان الكره الايطاليه في الفتره الاخيره عامله شغل محترم وفي نتائج افضل بكتير عن تقريبا 20 سنه غياب، خلينا نقولها بالشكل ده. برضو لما تيجي تتكلم عن باير ميلان وانتر واي سي ميلان، برضو مباراه تقيله جدا 50 50 برضو. انت مع مين؟ انا مع اي سي ميلان طبعا. بصي انا يعني انا ممكن اكون بحب ميلان اكتر شويه، مش بشجع حد فيهم، بس انا متوقع انتر يصحى فعلا. ليه؟ لان الماتشات دي بتاعه البطولات دي ما بتبقاش عايزه الفرقه اللي شكلها حلو. هي الناس كلها على فكره مايله ناحيه ميلان، لان كله كان متوقع نابولي في الفاينل. خلينا متفقين، هو نابولي اللي فرض نفسه، هو اللي خلانا نتوقع ده. فكل يعني الناس قالت نابولي اللي هيروح من الناحيه دي. فان ميلان كسبت الناس كلها مالت ناحيه ميلان، بس انا عايز اقول لك بقى ان انا ان انتر فرقه، خلي بالك هم في الدوري الايطالي قبل ميلان بنقطتين، ومش دي القصه، هم لعبهم رخم يعني، بيلعبوا 3 5 2 بيلعبوا اللعب اللي هو بيقفل وبيلعب في الودين صراحة، عكس ميلان. ميلان عندها بقى اللعيبه اللي هي وضاعه مثلا حريف قوي، ممكن ما يلعبش على فكره بالمناسبه. هو بس هو هو اصلا يعني على مدار ال 15 20 سنه اللي فاتوا كان في انحصار كبير للاضواء على كره القدم الايطاليه، اللي كانت طول عمرها من اجمل الدوريات اللي ممكن تتابعها، وحتى على صعيد المنتخبات. وانت عارف طبعا كان كاس العالم زمان الثمانينات والتسعينات كان ايطاليا حاضره فيه حتى 2006 خدوه. فاللي حصل ده حصل ليه؟ يعني ايه الدروب اللي حصل ده وطول ليه للدرجه دي؟ وبناء على ايه كان في عوده او نقدر نسميها مجازا ريمونتادا لكره القدم الايطاليه عموما؟ هو اللي وقع الكره الايطاليه عامه احتكار يوفي على الدوري الايطالي. انت لو بصيت يوفي قعدت بتاع مش عارف بتاع 10 سنين بياخدوا الدوري، وفرق زي ميلان وانتر كلهم عندهم مشاكل ماديه وما بيجيبوش لعيبه، وتلاقي ميلان السابع وانتر العاشر. فالموضوع ده كان مخلي مفيش منافسه وموضوع ممل على فكره، واللعيبه ما بتروحش الدوري الايطالي. لما بدات بقى الانديه مثلا تهتم شويه، يجيبوا مدربين جامدين، يبدا نابولي يطلع، يبدا ميلان يطلع، يبدا انتر يطلع، فالفرق الثقيله الجامده دي عملت متعه للدوري. فلما الدوري بقى جامد، رتم اللعيبه ده بقى جامد في ابطال اوروبا. ما هو خلي بالك معلش، ايه اللي بيخلي مثلا برضو بي اس جي مثلا ما تبقاش جامده في تشامبيونز ليج؟ ان هو رتم الدوري بتاعه بطيء ومفيش منافسه وبيكسب من طرف واحد تقريبا، من طرف واحد. فبتيجي في ابطال اوروبا تلاقي فرقه مثلا زي ريال مدريد ولا زي بايرن الريتم سريع جدا، تحس ان اللعيبه عكس ما انا كل اسبوع ابقى بلعب ماتش ريتم جامد ريتم جامد، باجي في ابطال اوروبا لا الموضوع بيبقى مختلف. كمان القرعه خدمتهم شويه كفرق ايطاليه، بس لا انا شايف ان هم اتطوروا جدا جدا جدا، وجابوا لعيبه يعني لياو ده على فكره ليه مستقبل كبير قوي بتاع ميلان. جفاراتسخيليا بتاع نابولي اللي هو الهاف ليفت بتاع اسمه صعب شويه انا عارف، جورجي ده دول هيبقوا في حته تانية، الاثنين دول هيكسروا الدنيا وصغيرين يعني 22 سنه ولا 23 سنه. حلو جدا. بص احنا من الايطالي لدوري الابطال هنروح برضو لليفربول تحديدا، لان لازم نتكلم شويه، لان اتقال لك ايه برضو في بعض المواقع، لو النتائج بتاعت ليفربول ما كانتش الافضل وما حصلتش المرجو، احتمال كبير ان صلاح يمشي، وده مش هيبقى بناء على رغبه النادي، ده هيبقى بناء على رغبه صلاح. هل الكلام ده ممكن يكون وارد؟ بصي وارد جدا، لسبب، لان يعني انا اكيد ما اعرفش حاجه، ما عنديش خبر، بس انا بتوقع ان اصل صلاح هقول لك حاجه، هما ليفربول يعني هي نقطتين، ليفربول صعب يدخل في التوب فور لسبب، لان مانشستر لعب اقل بماتش وزيد بنقطه، ومانشستر فاضل له اربع ماتشات منهم ماتش واحد بس اللي صعب اللي هو تشيلسي، وتشيلسي اصلا وقع، فاهمه؟ فانا حاسس ان ليفربول يعني صعب تريتش التوب فور، دي اول نقطه. فان كيس بقى ان هما ما جابوش التوب فور، صلاح عقليته دلوقتي هو بيبص البالون دور والاحسن لعيب في العالم والاحسن، وده حقه يعني المشروع جدا. فانا متوقع
انا متوقع ان ليفربول لو ما طلعتش في توب فور ان صلاح ممكن يمشي. في ناس كتير بس من 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 زاويه عاطفيه بحته بتقولك ايا كان اللي يحصل في ليفربول مش صح ان صلاح يسيبه ويمشي من منطلق انه فاضل له يعني يومين ويبقى عمده ليفربول اصلا. فاهم ازاي؟ هي دي وجهه يعني نظر خلاص عمل اسطوره لنفسه هناك فصعب يتخلى عن كل ده. خلي بالك انا من الناس دي لسبب لان انت لما هتيجي تمشي تاني هو صلاح برده مش صغير 31 سنه فانت لما تيجي تمشي تاني تروح نادي تاني هتبدا بقى عليك ضغوطات عايز تحقق ارقام هتبدا من الصفر. هو ماشي انت تجديد طموح وكل الكلام ده وما اختلفناش بس انت اوريدي في ليفربول واخد وضعك طبعا. بزياده واخد وضعك وبتكسر الدنيا في بريمير ليج وفاهم. فانا رايي انا لو انا يعني بميل ان هو يقعد الا لو رايح على بروجكت جامد ما روحش بقى مثلا بي اس جي مثلا لان بي اس جي طبعا هيبقى بروجكت جامد اللي هو زي ايه في رايك؟ يعني انا في رايي انا نفسي ريال صلاح مدريد مثلا مع اني مش بشجع ريال مدريد بس انا كمحمد صلاح نفسي يلعب في ريال مدريد. هل اصلا في possibility ان يجي له اوفر من ريال مدريد؟ طبعا لو مبابي ما راحش هيجيبوا صلاح يعني لو. وخلي بالك انا شايف ان صلاح انسب لريال مدريد لان اوريدي فينيسيوس بيلعب في الحته دي مكسر الدنيا في ريال مدريد فمبابي مش هيلعب يمين. مبابي اصلا يعني مبابي اصلا عنده ايجو هو عايز يغير يحط التشكيله بمزاجه فبالنسبه لعدله الملعب لريال مدريد بنزيما وصلاح وفينيسيوس دي هتكون احسن بكتير قوي من مبابي يلعب على اليمين. طب هو اصلا مبابي ليه الكلام ان هو ممكن يسيب بي اس جي؟ عشان هو اكيد عايز شايف ان هم ما بيكملوش في تشامبيونز ليج شايف ان هم مثلا مش الفرقه. وعلى فكره هو انا مش بحبه يعني هو لعيب جامد جدا جدا بس انا مش بحبه قوي لان هو بحسه نفسيه شويه بصراحه بس هو قرار ذكي منه ان هو عايز يمشي ولازم يمشي. انا واحد عايز اخد بالون دور وكده فما ينفعش افضل في بي اس جي. طب ما ده حلو حال بقى هيبقى ميسي هيبقى ميسي هيمشي على فكرة. يعني بي اس جي خلاص كده. لسه بنتكلم من شويه على احتماليه ان ميسي يروح وهو كمان الدوري السعودي والكلام اللي كان داير في الاطار. بص انا يعني في كده يعني جيرارد روميرو وفابريسيو دول موثوقين جدا جدا في الاخبار جامدين قوي الاثنين كاتبين ان ميسي عايز يكمل في اوروبا وخصوصا ان هو نفسه في انترفيو قال ان فارق معاه قوي حته كوبا امريكا الجايه دي فهو يعني اعتقد ان هو هيلعب سنه او سنتين كمان في اوروبا والاحتمال الاكبر انه يرجع برشلونه. انا نفسي يرجع برشلونه. انا مش عايز ميسي يروح الهلال لسه ولما كنت معانا هواندا قبل كده كنت بقول انا متضايق ان كريستيانو راح النصر. انا عايز اشوف كريستيانو كل اسبوع. انا ميسي جدا. انا بالنسبه لي ميسي ده احسن لعيب كوره اصلا جه في التاريخ يعني اجمد احسن من مارادونا طبعا طبعا والله لا هو احسن فعلا يعني انت معلش يعني انت لو بصيتي على الكونسيستنسي بتاعت ميسي على مدار 15 20 سنه اللي مارادونا عمله مثلا في كاس العالم ميسي يا جماعه كان بيعمله في كل اسبوع ده بجد والله يعني ماشي. وانا شايف ان بس كان في ملابسات كتيره محيطه بمارادونا في وقته طبعا ما ينفعش تقارنها باللي حاصل مع ميسي جدا بس انا هقول لك على حاجه انت بص لها كباكج اكتر لعيب واخد بطولات جماعيه هتلاقيه ميسي اكتر لعيب واخد عامل انجازات فرديه هتلاقيه ميسي بص على الهداف من ساعه ما ميسي طلع هتلاقي ميسي الهداف واسيستات بيعمل كل حاجه في الكوره هو فعلا هو فرقه لوحده فاهم صحيح فبس انا نسيت احنا كنا بنقول على احنا هنفتكر بقى بس لما نروح فاصل ونرجع ايوه نفتكر في الفاصل سريع ونرجع نكمل لسه حديثنا مستمر مع زميلنا العزيز وضيفنا العزيز احمد السعداني المحلل الكروي. وقبل ما نكمل بقى معلش كلامنا اسمح لنا يا احمد انا وكريم نروح ل يعني دكتور عادل كرايم صديقنا العزيز ايضا الناقد الرياضي طبعا معانا على التليفون. يا دكتور عادل بونجور جدا. بونجور يا نهار انت ازيك الاخبار؟ ازي حضرتك كله كويس؟ الحمد لله صباح الخير لكريم صباح الفل. ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك. يعني عندنا انا وكريم كام نقطه سريعه حابين برضو نناقش حضرتك فيها. بنتكلم كنا مع ضيفنا النهارده احمد السعداني عن ماتش الريال طبعا مع السيتي وقلنا التوقعات وقلنا مين كفته وارجح واحنا كلنا عارفين ريال مدريد يعني بيجي بقى مع الشامبيونز ليج بيبقى قصه تانية خالص. خليني برضو اشوف وجهه نظر حضرتك في النقطه دي تحديدا سببها ايه دكتور عادل. لا زي ما قلت ريال مدريد بيخش الشامبيونز ليج بيتحول بيبقى فريق تاني خالص يعني لعيبه ريال مدريد كده لما بتسمع الانتم بتاع الشامبيونز ليج كانهم بيبقوا لعيبه تانيه يعني سيبك من السيزون كله ده كله في حته والشامبيونز ليج في حته تانيه فاكيد طبعا لا طبعا دي خبرات متراكمه يعني فرقه اتحطت في الموقف ده بتتحط فيه كل سنه ما عندهمش اي مشكله خالص ان هم حتى يتاخروا في النتيجه او ان يبقى الفريق اللي قدامهم هو المرشح الاكبر او هو حتى يبقى ليدنج في الماتش نفسه لان هم خلاص اتحطوا في الموقف ده كتير عارفين ايه المطلوب منهم عارفين يقدروا يرجعوا ازاي فهو ده كل ده اللي ادى المصطلح اللي الناس بتقول عليه شخصيه البطل يعني هو دي حقيقه مش مصطلح خيالي ولا حاجه بس نتيجه تراكم المواقف ونتيجه ان هم
فرقه بطوله، فرقه عارفه بتخش الماتشات دي ازاي. انشيلوتي مدرب اللي الناس بتهزر يمكن في كلمه ان هو بياخد اللي هو عايزه، بس هو فعلا بياخد اللي هو عايزه، يعني هو بيعرف كويس قوي يطلع من الماتش بالنتيجه اللي هو عايزها. كل العوامل دي ادت لريال مدريد الافضليه دايما في الشامبيونز ليج ايا كان اسم المنافس. شفنا السنه اللي فاتت في الادوار كلها يمكن الفريق اللي قدامهم هو المتفوق عليهم طول المباراه، لكن في الاخر ريال مدريد اللي بيكسب. صحيح. سواء ده كان مع بي اس جي او مع تشيلسي او مع مان سيتي نفسه او مع ليفربول في الفاينل. السنه دي يمكن لسه ما واجهوش الموضوع ده، لان المنافسين ليفربول كان في اسوء حالاته السنه دي، تشيلسي في اسوء حالاته السنه دي، فيمكن ده اول اختبار حقيقي وتقيل جدا لريال مدريد قدام سيتي اللي هو مش في افضل حالاته، مش السنه دي بقى في افضل حالاته، بقى له 7-8 سنين. صحيح. لكن السنه دي التركيز كله على الشامبيونز ليج، رغم ان هم رجعوا عملوا كامباك في الدوري واصبح حاليا سيتي متصدر الدوري، لكن تركيز جوارديولا كله السنه دي على الشامبيونز ليج. ويمكن صفقه هالاند كان اساسها ان احنا المشاكل اللي بتواجهنا في الشامبيونز ليج، الفرص اللي بتجيها في الشامبيونز ليج تتعوض، وده اللي فعلا هالاند اثبته السنه دي مع سيتي. فالنهارده يمكن فاينل مبكر، يعني الناس كلها متوقعه ان اللي هيكسب بالماتش النهارده، يعني ماتش النهارده والاسبوع الجاي هيبقى هو الفرص الافضل جدا. بس طالما ريال مدريد عنده الخصائص اللي حضرتك تفضلت بذكر البعض منها، مش من باب اولى يبقى محافظ على صداره الدوري من منطلق ان هو في الدوري بيقابل خصوم يعني نسبيا اضعف شويه من اللي بيقابلهم في يعني في الشامبيونز ليج، ولا حضرتك شايف الصوره ازاي؟ هي دايما مع دي معضله شويه عند انشيلوتي، ان هو بيبقى في افضل حالاته الذهنيه والتكتيكيه والفنيه في البطولات اللي هي زي الشامبيونز ليج، البطولات اللي بتعتمد على جروب ستيج او ماتشات ذهاب وعوده بعد كده في الماتشات الاقصائيه يعني. والدليل يمكن ان انشيلوتي هو اكثر مدرب في التاريخ واخد شامبيونز ليج، واخد 4 شامبيونز ليج سواء مع ميلان او مع ريال مدريد، انما قصاد ده في مسيره تدريبيه عدت ال 20 سنه واخد مثلا 4 أو 5 دوري. فده رقم غريب جدا، يمكن هو المدرب الوحيد في العالم اللي عنده المعادله دي. فده يمكن حاجه ممكن تكون ميزه عند ناس، ممكن تكون عيب عند ناس ثانيه، لكن دايما زي ما بقول لحضرتك ريال مدريد في الشامبيونز ليج خاصه من وجود انشيلوتي بيبقى تركيزه اعلى حتى من المسابقات المحليه. رائع جدا. هتنورنا امتى يا دكتور عادل بقى؟ ما اقدرش اتاخر يا فندم. خلاص نظبطها مع بعض عشان احنا بنسعد بوجودك معانا. دي بس سؤالين من بتوعك اللي ما قابلهمش اجابه. ميرسي يا دكتور عادل، نورتنا دكتور عادل كرايم الناقد الرياضي. عندي سؤال ما لوش اجابه. انا عندي سؤال، انا ما بنساش الطلعه نفسها، انا عندي سؤال ما لوش اجابه. بس ما كانش ليه اجابه. عارف ان هو قسم الاسئله التعجيزيه للضيوف. بس هو ما كانش ليه اجابه فعلا، انا مش فاكره السؤال، بس هو ما كانش ليه اجابه. انا فاكر بس السؤال ده. على كل حاجة. طيب احمد نرجع لك مره ثانيه، واحنا كنا بنقول ايه؟ والله كنا بنشكر في ميسي، بس انا لو قعدت اتكلم على ميسي يعني هنقعد لحد الساعه 10 بالليل، فاحنا نسكت في الموضوع. حصل لنا كنت مستني يقول والنبي يا اختي ما فاكر، ده الرد النموذجي للسؤال ده. مش فاكر الله فكر. احنا كنا اخر يعني الجزء الاخير من كلامنا كنا بنتكلم على ريال مدريد برضو والماتش القوي اللي هيلعبه النهارده او هيلعب النهارده مع مانشستر سيتي. وانا عايز ارجع اقف تاني شويه برضو عند هذه الظاهره الكرويه الغريبه اللي اسمها هالاند، يعني شخص عجيب. انت هتقعد تتكلم على هالاند لغايه لما حد هو هالاند؟ انا هتكلم على ميسي. مفيش حاجه ما اتكلمش على هالاند. هو بس بيحبه. بص اي حاجه، انا كنت عامل حلقه كده عن هالاند، يعني كنت محلل الاداء بتاعه. هو هالاند ذكي جدا، يعني هو في ناس، بس انا عايز اوضح حاجه عشان ناس كثيره قوي بتقول اصل هو لعيب عادي بيحط جوانه كلها تاب ان، اصل هو بيلعب في مانشستر سيتي فالكوره بتجي. لا الكلام ده كله غلط، هو ليترلي بيعمل كل حاجه في الكوره. انت لو شفت ماتش ارسنال بتاع الدوري الاخراني ده، هو رايح على الجون لوحده بتاع 4-5 مرات، يعني هو مضيع 4-5 اجوان. انا اول مره في حياتي اشوف مهاجم الجون بيلعب ضربه مرمى بيلف بالمدافع من نص الملعب بيروح انفراده. لا هو فعلا، وبصوا على صعيد الغزاره التهديفيه هو ظاهره، لكن في ناس بتقول لك انه ما عندوش الفنيات اللي ممكن تلاقيها عند لعيبه. ده طبيعي، ده طبيعي. معلش انت عندك ميسي مقفل الكوره وهتلاقي واحد قاعد على القهوه يقول لك اصل هو مش عارف ناقصه ايه. بص ده طبيعي، يعني الناس اختلفت على الاديان فاكيد هتختلف في الكوره دي، وجهات نظر، فاهم قصدي؟ بس لا يعني انا لازم لما اجي انقد حاجه انقد نقد بناء او اقول حاجه واقعيه. لا هو بيعمل كل حاجه بالظبط، بيقف صح وعلى طول سايب مسافه بينه وبين المدافع، واقف بميل. لا هو فعلا هو باكج متكامله، يعني هو مشروع بقى بالون دور الفتره الجايه هو ومبابي، يعني بعد ميسي وكريستيانو هيبقوا هيروحوا بعيد، يعني بصراحه الاثنين هيكسروا ارقام كتير قوي يعني. بس انت يعني خليت عندي كده
قلق اكيد اي حد كمان زي من الناس اللي بتحب بي اس جي لما نيجي نتكلم عن الفرقه اللي كانت بص انا بحب بي اس جي بصراحه لان مش هقول على الدوري الفرنسي هو بينافس نفسه في الدوري الفرنسي فرنسا. بس انا بحب باريس جدا وهو ضامن نجوم بنحبهم يعني بحب نيمار مبابي بصراحه بحبه هو ممكن يكون في حته النفس انا زي ما تقول انا بحبه يعني فميسي يعني ماليش فيه قوي بس بحبه برضه مش وحش ليه كده بس ما تزعلنيش لا عشان انا بحب كريستيانو هو ما فيش غلط فهمت بقى هي بلاش ميسي ليه استوعبت بقى هي بلاش كده احنا بنتكلم على كريستيانو بس فعلا ليه دايما يقول لك انت كريستيانو ولا ميسي طب انا ممكن احب الاثنين انا بحب الاثنين جدا انا قلت لك كده قبل كده يعني بصي هقول لك على حاجه برضه في 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 نقطه غلط يعني الناس كلها مثلا بتقول ايه بستغرب ان واحد اصلا لعب كوره بيطلع يقول كده يقول لك ده انا بحب ميسي اصل ميسي موهبه واحد تاني يطلع يقول له لا انا بحب كريستيانو اصل كريستيانو هارد وركر لا على فكره هو كريستيانو هارد وركر جدا وعنده موهبه جامده جدا طبعا. وميسي موهبه جامده جدا وهارد وركر جدا جدا يعني اصل هو اللي بتشاف اللي بتشاف من فكرة. كريستيانو رونالدو حتى في السوشيال ميديا بيديك انطباع ان هو فعلا صناعه لكن ميسي في مساحه للفطره اكبر انا معاك بس خلينا متفقين على حاجه في لعيبه موهوب اكتر من ميسي كتير يعني رونالدينيو موهوب اكتر من ميسي يعني فاهم قصدي رهيب صح بس رهيب. ميسي بقاله 17 سنه هو نفسه قال كده تخيل يعني ايه واحد بقاله 17 سنه بيتمرن كويس جدا ظابط اكله بيتمرن مرتين في اليوم هو فعلا هو باكج يعني مش فاكر كان كاسانو او كان لعيب جامد قالك دول مجانين زيه على فكره مفيش حد حتى قريب منه لان هو ما انت معلش انت دي نيلسون ده كان حريف جدا بتاع البرازيل فاكره أيوة كان بس هو امكانياته البدنيه وبتعمل مش رونالدينيو عجيب لكن رونالدينيو نفس القصه ما كملش لكن انت عندك ميسي وكريستيانو لا الاثنين متكاملين بالمناسبه في الكام يوم اللي فاتوا بس اللي انا هقوله لك ده مجرد كلام سوشيال ميديا الله اعلم مدى صحته ايه بس كان في كلام داير عن ان نيوكاسل بيفكر ان هو يضم لصفوفه نيمار وكريستيانو رونالدو ياخدوه من نادي النصر الاثنين والله انا اتمنى يعني كنيمار ممكن تبقى ستيب باك شويه عشان سنه اصغر ككريستيانو نفسي يروح نيوكاسل بس يعني اعتقد صعبه يعني ما اعتقدش كان راح من الاول لو كان ده وارد يعني ما اعتقدش ان كده اصل نيوكاسل بقى بروجكت جديد وهتلاقيه عايز يجيب لعيبه صغيره كتير فاهم قصدي هتلاقيه عايز يجيب بقى لعيبه صغيره كتير ويبني وبتاع ما اعتقدش ان هم هيجيبوا كريستيانو يعني ما اعتقدش ان النصر هيسيب كريستيانو اصلا لان هو عامل في السعوديه قلق وعامل لهم دخل وسبونسرز يعني عامل لهم هو كان مشروع دوله مشروع اكتر كان من فكرة مشروع ان انا بجيب لاعب عندي يعني بالظبط هو مشروع يعني ما حدش كان يعرف بس هل هينهي تفتكر يعني مسيرته هناك كلاعب وممكن طبعا يكمل بعد كده كمدرب لكن كلاعب انت بتعتقد ان هو هينهيها هناك اعتقد انا لا شوف بقى انا اعتقد لا بمنتاليتي كريستيانو ان هو يرجع اوروبا انا نفسي يرجع اوروبا اي ثينك ان هو مش هينهي مسيرته كلاعب هناك يا رب والله انا نفسي يعني بصي انا ميسي جدا بس انا نفسي كريستيانو يرجع اوروبا في الحالتين بغض النظر عن ده كله خدت بالك وشها نور ازاي لما انت بتتكلم عن كريستيانو رونالدو ايه ده حسيتها مبسوطه وبعدين فاهم يعني امدح بس هو برضه خلي بالك هو كريستيانو الحقيقه برضه ما هو شخصيه على المستوى الشخصي كمان بني ادم كويس جدا على فكره الاثنين والله وانساني كويس جدا يعني الشغل الانساني عنده كويس جدا الاثنين هو كباكج لاعب كويس يعني لو انت جيت قارنته لا هو مش لاعب كويس هو لاعب هو فاهم لا انا طبعا طبعا يعني كلاعب الشق الفني رائع والشق الانساني رائع كويس فعشان كده انت بتيجي تبص لده وده بني ادم تلاقي لا يعني لو واو فكرك لو اتجه للتدريب ممكن يبقى بنفس القدر من النجاح ممكن جدا هو برضه ليه كاريزما وشخصيه كده طبعا انت شفت فاينل 2016 بتاع اليورو لما كان اتصاب في اول ربع ساعه ووقف على الخط كان مش طبيعي الروح اللعيبه كانت بتلعب صح. عشانه اصلا هو عنده روح وعنده كاريزما لا وذكي طبعا وكريستيانو يعني طبعًا. يعني فاهم اللي هو انت كلاعب يا كريم كلاعب ان ايا كان مين اسمه ان كريستيانو مدرب زي زيدان مثلا زيدان فلعيبه ريال مدريد بص اسامي عامله ازاي بس كان زيدان فاهم احنا للاسف وقتنا خلص يا دوب نلحق نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا نورتنا انا خليك انا اللي مبسوط جدا والله ان انا معاكم فقره جميله كالعاده احمد هنشوفك اكيد مره ثانيه الله اكيد بنشكر حضراتكم اكيد حضرتك ولا انا لا انا زي الفل انت تمام انا عندي زي الفل وضميري مستريح بكره ان شاء الله